طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز عناوين الصحف والمواقع الإخبارية. من سبتمبر نت، تكريم جنود في مأرب، ضبطوا أسلحة قبل وصولها إلى ميليشيات الحوثي. السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تيلر يقول لصحيفة الشرق الأوسط: الحوثيون قوضوا كل جهودنا في محاربة تنظيم القاعدة. من جولتنا في الصحافة الفرنسية: مفاوضات سرية لإنهاء حرب السنوات الثلاث. صحيفة عربية تتحدث عن لقاءات ممثلي الحوثيين بممثلين عن الجانب السعودي. أهلا بكم. قبل أيام حاولت عصابة تهريب أسلحة من مأرب، وحاولت تمريرها إلى أقرب نقطة لتواجد ميليشيات الحوثي، لكن مفتشين تابعين لقوات الأمن في مأرب أفشلوا تلك التحركات وألقوا القبض على من حاول تهريب شحنة الأسلحة. ووفقا لموقع سبتمبر نت، فإن أمن مأرب يكرم جنودا ضبطوا شحنة أسلحة مهربة للميليشيا. وفي تفاصيل الخبر، كرم مدير عام شرطة مأرب جنود النقطة الأمنية الذين تمكنوا من ضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء الأربعاء الماضي. وأكد العميد عبد الملك المداني على أهمية رفع اليقظة الأمنية وتكثيف جهود الأجهزة الأمنية والارتقاء بمستوى الأداء الأمني في ظل ما يعيشه الوطن من تحديات أمنية كبيرة، وبما يسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة. وأشاد المداني بالنجاحات والإنجازات لرجال الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب في إحباط العديد من عمليات التهريب التي كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي في صنعاء خلال الأعوام الماضية. بسبب نقص مقاتليها، الميليشيات تحشد المئات من الطلاب للزج بهم في معارك جديدة. وأكدت تقارير يمنية متطابقة أن الميليشيات الانقلابية لجأت بقوة إلى تجنيد الأطفال والزج بهم في معاركها في المقاتلين بسبب هزائمها أمام قوات الجيش الوطني وبسبب غارات الطيران، خصوصا في محافظة مأرب شرق صنعاء. وقال موقع الصحوة نت أن ميليشيا الانقلاب لجأت إلى تجنيد وحشد المئات من طلاب المدارس، وسط تقارير عن قيام عناصر الميليشيات بخطف تلاميذ من أمام مدارسهم والزج بهم في المعارك وتعويض خسائر الميليشيا الانقلابية. يتابع الموقع: الميليشيات الانقلابية حشدت المئات من طلبة المدارس إلى ريمة حميد ومناطق أخرى قريبة من مديرية صرواح بمأرب تحت قيادة المدعو الحاكم للزج بهم في معارك جديدة في صرواح بعد تكبدها خسائر كبيرة. ومن أصغر ضحايا هذه الجريمة الحوثية الطفل محمد أحمد محمد عبد الله صبر البالغ من العمر 13 عاما فقط، والذي أخذه الحوثيون من أهله من دون علمهم ونقلوه إلى جبهة القتال على الحدود السعودية وتحديدا جيزان، وانتهى به المطاف ميتا. وأكد والد الطفل أن الحوثيين أخذوا محمد دون علم أهله، وبعد أيام سلموه لهم جثة هامدة، موضحا أن ابنه كان يدرس في الصف الخامس الابتدائي. عن مستقبل مأرب ومأرب المستقبل، يكتب مصطفى ناجي مقاله المنشور في بلقيس مضيفا في جزء من المقال: يقول المثل الصيني: في كل أزمة سانحة. وها هي مأرب تجد في هذه الحرب سانحة، وتظهر لنا وجهها الحقيقي الجميل على نقيض كل المدن اليمنية. إذا لم يكن هناك استثناء بسيط في مدن حضرموت، فإن الحياة في مأرب تزدهر كما لم تفعل منذ قرون. وهذا الانتعاش لا يقتصر على مجال بعينه، بل يشمل جوانب الحياة العامة كافة في مدينة كانت مقصية ومدموغة بسمعة سيئة بمرسوم سلطاني مقصود في عهد صالح، أو لدوافع مذهبية في ظل حكم الإمامة. ينتعش الاقتصاد وتنشأ الأعمال ويزيد الناس في المدينة ويعمر البنيان، وتظهر مأرب الأرض والإنسان مستقبلة كريمة في ظروف ليست سهلة وفي وقت قياسي ومن دون سابق إنذار. لم تكن مأرب مع موعد كهذا،
لكن لديها قابلية للنماء وامتلاك موقف وطني كبير يمكنه أن يثبت أعمدة الخيمة اليمانية المتهاوية. وهذا الازدهار يأتي أولاً على حساب صنعاء كعاصمة تاريخية تفقد ألقها ودورها السياسي والاقتصادي والثقافي تدريجياً بسبب مغامرة الانقلاب الحوثي العفاشي، لكنه أيضاً على حساب العاصمة المؤقتة عدن التي تمتلك كل المقومات الكامنة والجاهزة للاطلاع بدور عاصمة اليمنيين ومعملاً للنشاط الاقتصادي والتجاري، إلا أنها تفوت الفرصة يوماً بعد آخر نتيجة حسابات مناطقية وسياسية وتاريخية ضيقة وعقدة الضحية، كما أنه على حساب مدن يمنية أخرى كتعز والحديدة. والغريب أن الصحراء حيث العراء والرمل والعزلة باتت هي الملاذ، بينما ضاقت مدن رحبة فيها الميناء والبحر. وليست الظرفية فقط هي التي منحت مأرب هذا الدور، لكنها عبقرية المكان أيضاً وثقل التاريخ. إن ازدهار مأرب يعني عودة اليمن القديم المزدهر في ذاكرة اليمنيين وتجاوز محنة الاستلاب والاقتتال الديني منذ حوالي 1000 عام. قالت مصادر محلية يوم الجمعة أن لاعب كرة في نادي الهلال الساحلي قتل برصاص مسلح حوثي في محافظة الحديدة غرب اليمن. وذكرت المصادر ليمن مونيتور أن اللاعب عبد الله البزاز قتل أمام منزله في الحديدة برصاص أحد مسلحي الحوثي ويدعى أبو المعارك. ودان بيان صادر عن منتسبي الرياضة وكرة القدم بمحافظة الحديدة تلك الجريمة التي أسفرت عن اغتيال شاب يحمل أخلاقا عالية وروحا سمحة، معبرين عن سخطهم واستيائهم من مرتكب الجريمة الذي أزهق روحا بريئة وروع المواطنين والرياضيين. وقال البيان الذي حصل يمن مونيتور على نسخة منه أن مقتل اللاعب عبد الله البزاز مثل صدمة لمنتسبي الرياضة وكرة القدم في محافظة الحديدة، مؤكدين عدم وجود أي عداوة سابقة مع أحد. ولفت البيان إلى أن الشاب كان ينتظره مستقبل كروي بارز مع فريق الهلال الساحلي وكرة القدم اليمنية. العديد من العناوين الإخبارية تواصل اهتمامها ببيان مجلس الأمن بخصوص الحفاظ على وحدة اليمن، وعنوان موقع الحرف 28: مجلس الأمن يجدد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله. قال الموقع: جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية. وأعرب المجلس في البيان الرئاسي الصادر عنه عن قلقه البالغ من استمرار تدهور الحالة الإنسانية في اليمن ومن الآثار الوخيمة التي يخلفها النزاع على المدنيين واستمرار الهجمات العشوائية التي تستهدف المناطق المكتظة بالسكان، داعيا جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني واحترام مبدأ التناسب والتمييز ووقف عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم وغيرها من الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين. وأكد المجلس أنه ينظر بجدية فائقة إلى محاولات الميليشيا الحوثية شن هجمات على الملاحة البحرية حول باب المندب الممر الاستراتيجي الهام للملاحة البحرية، مشددا على ضرورة استمرار ممارسة الحقوق والحريات المتصلة بحرية الملاحة في مضيق باب المندب وفقا لأحكام القانون الدولي. أستاذ العلوم السياسية بجامعة برينستون جان فيرنر مويلر آخر مؤلفاته كتاب بعنوان ما هي الشعبوية، كتب مقالا بعنوان الناس ضد الديمقراطية عادة الغداء نشره، يقول في جزء منه: يؤكد الكاتب الجديد أن المشكلة تكمن في وقوف الشعب ضد الديمقراطية، لكن مثل هذه الشخصيات تبقى بعيدة كل البعد عن الصواب، فمن خلال التركيز على معتقدات المواطنين الأفراد تغفل هذه الشخصيات الأسباب البنيوية وراء المخاطر التي تهدد الديمقراطية اليوم، ويغلب أن يؤدي ذلك إلى استنتاج الدروس العملية غير الصحيحة. فإذا كان المرء يعتقد حقا أن الناخبين غير أكفياء أو متعصبين، فإن الخطوة الواضحة التالية هي انتزاع قسم أكبر من سلطة اتخاذ القرار من بين أيديهم. ولكن علينا بدلا من التقهقر إلى التكنوقراطية أن نعكف على التصدي لمشاكل بنيوية بعينها والتي ساعدت في تكمين الساسة الشعبويين من الانتصار.
هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن المواطنين ليسوا مطلعين بالقدر الذي تود لهم نظرية الديمقراطية أن يكونوا عليه. وفي الولايات المتحدة بشكل خاص أظهر علماء السياسة مرارا وتكرارا أن النظرة الواقعية لعامة الناس تبتعد بشدة عن صورتهم في الكتب الأكاديمية المدنية. لا شك أن المزيد من التثقيف المدني الأفضل مفيد، وكان مثل هذا التثقيف في انحدار لعقود من الزمن لأنه لا يتناسب بسهولة مع المناهج التي تعتمد بشكل كبير على الاختبارات الموحدة. وإذا أديرت عملية التثقيف على النحو اللائق فإنها أيضا مستهلكة للوقت بشدة، الأمر الذي يجعلها تنتقص من المواضيع التي تبدو أكثر نفعا في الأمد القريب، بمعنى أنها من المفترض أن تساهم بشكل أكثر مباشرة في النجاح الاقتصادي. وقد يكون التثقيف المدني بالغ الأهمية في مساعدة الشباب على إدارة الخلافات والاعتراف بالمواطنين الآخرين بوصفهم معارضين شرعيين في الصراعات الديمقراطية. لن تختفي الاختلافات الثقافية ولا ينبغي لها أن تختفي، ولكن إذا تعلم الناس أنفسهم كيف يتعايشون مع هذه الخلافات فلن ينجح الشعبويون في استخدامهم كأسلحة سياسية. وسط ركام الأخبار السيئة ومناخات الحرب في اليمن تأتي الأخبار السارة من الصين، هذه المرة بلاد العجائب التي أتاحت الفرصة للشاب اليمني فارس اليحيوي ليؤسس شركة تي بي اي تيك للتكنولوجيا الحديثة، والتي حصلت مؤخرا على جائزة أفضل شركة ناشئة لعام 2018 في ملتقى العرب للابتكار بدبي من بين أكثر من 100 شركة من مختلف دول العالم. وفي تقرير خاص نشره الموقع بوست قال فيه أن الشاب اليمني ذا 25 عاما خاض 3 تحديات في وقت واحد، بداية مع تجربة العيش في الصين، ثم تعلم اللغة الصينية وتأسيس شركة تقدم مشاريع مبتكرة في قطاعات تكنولوجية مختلفة. وفي بداية مشواره أسس الشاب المتفوق الذي حصل على المرتبة الأولى في مختلف المراحل الدراسية في اليمن فريقا للعمل في مجال التجارة الإلكترونية بالصين، ثم ما لبث أن ترك العمل في هذا المجال ليتفرغ لتنفيذ أفكاره المدهشة في القطاع التكنولوجي. وعن تجربته الفريدة يقول فارس للموقع بوست: لدي مجموعة من الأفكار والابتكارات التي ستساهم في تغيير المستقبل، وأصر أن أخرجها إلى النور. ومن هنا كانت فكرة بداية الشركة في لم شمل هذه الأفكار ثم تحويلها إلى أسس علمية. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. منع الانقلاب الحوثي السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تيلر وفقا لصحيفة الشرق الأوسط من إكمال سرد قصة نجاح لدعم الولايات المتحدة قوة محلية يمنية لمكافحة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، أحد أخطر فروع التنظيم الإرهابي في العالم، إذ بدأت واشنطن دعما للقوات المحلية اليمنية في عام 2012 سجل نجاحات أوقفها الانقلاب الحوثي في عام 2015. ويشرح السفير تيلر خلفيات ودواعي قصة النجاح التي حرمه الحوثيون من إكمالها خلال حديث مع الشرق الأوسط، بالقول أن إحدى مصالحنا الوطنية هي مكافحة الجماعات الإرهابية التي تهددنا أو تهدد حلفاءنا. وتعرفون التاريخ الطويل لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي هرب من السعودية، وربما حتى تلقى بعض الدعم من الرئيس السابق علي عبد الله صالح. يكمل تيلر
تحت السلطة الانتقالية التي تم تشكيلها في العام 2012، تمكنا من العمل مع الحكومة آنذاك عبر تدريبهم وتوفير المعدات لمكافحة تنظيم القاعدة، وجهودنا كانت مركزة على أن نمكن اليمنيين أنفسهم من القيام بهذا الدور، سواء من الجهة الأمنية أو الاستخباراتية. وخلال تلك الفترة وخصوصا في عام 2014، حيث كنت موجودا هناك على الأرض، أعجبت كثيرا بالجهود، إذ كانت هناك قوات يمنية بمساعدة منا وكانت تريد التغلب على المتطرفين والتخلص منهم، لكن الحوثيين منعوا تلر من إكمال مسيرة النجاح المبدئي الذي شهدته تلك العمليات. ويقول الحوثيون عندما شنوا الهجوم في أواخر 2015 وأعلنوا أن الحكومة تقع تحت الإقامة الجبرية، قوض هذا العمل الجهود التي بذلناها ضد القاعدة، وجرى تهميش القوى التي طورناها ضد القاعدة. وطبقا للسفير الأمريكي، فقد نتج من هذا أن القاعدة قدمت نفسها للناس والمسؤولين في تلك المناطق بأنهم هم من سيدافع عنهم أمام الحوثيين. مرة أخرى يعود الحديث عن مفاوضات بين السعودية والحوثيين في ظل الجولة الخارجية التي يقوم بها وفد من الجماعة برئاسة محمد عبد السلام، وشملت دولا أوروبية، ويأتي ذلك بالتزامن مع مرور عامين على المفاوضات الحوثية السعودية التي كتب لها الفشل على الرغم من وصولها إلى مرحلة متقدمة. وتقول صحيفة العرب الجديد اللافت عدم وجود أي تأكيد رسمي لحدوث المفاوضات، لتبقى المعلومات المسربة المصدر الرئيسي للمعلومات. والتزم المتحدث الرسمي للحوثيين رئيس وفد الجماعة المفاوض محمد عبد السلام الصمت إزاء الأنباء التي تحدثت عن تواصله مع المسؤولين السعوديين، كما تحفظ مصدر قيادي قريب من وفد الحوثيين المفاوض تواصلت معه العرب الجديد عن نفي أو تأكيد ما تردد من أنباء عن مفاوضات سرية. وقالت الصحيفة أن دولة ثالثة تجري مباحثات للوصول إلى تفاهمات من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب أو إبرام تهدئة على الأقل بين الطرفين. وعلى الرغم من نفي الحوثيين زيارة السعودية، إلا أن مصدرا سياسيا يمنيا مقربا من الجماعة رجح في تصريح للعرب الجديد أن يكون ممثلو الحوثيين قد التقوا بممثلين عن الجانب السعودي خلال اللقاءات التي عقدها وفد الجماعة في مسقط خلال الشهرين الماضيين. ربع الحقيقة، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، مضيفا في جزء من المقال: ما كتب عن سقوط إمبراطوريات ودول كالرومان والعباسيين والأمويين تعدد تباعا لرؤى المؤرخين وقراءتهم للوقائع، ما دام للمنتصر روايته وللمهزوم روايته أيضا، وإن كانت الغلبة دائما للمنتصر أو لصانع التاريخ. وهذا ما دفع محمد علي باشا إلى السخرية من أحد مستشاريه حين قدم إليه ترجمة لبعض الكتب، فقد قال له محمد علي إنه ليس متفرغا لقراءة التاريخ بل لصناعته. ولو كان للحقيقة وجه واحد لفقد التاريخ جدليته وأصبح أفقيا وداجنا في مجراه. وربما لهذا السبب قال أحد الفلاسفة: علينا أن نكون مع أفلاطون ضد أرسطو، ومع أرسطو ضد أفلاطون، كي يستمر التاريخ ويواصل العقل مهمته. ولو قدر للضحايا أن يكتبوا مذكراتهم على طريقة مذكرات دجاجة لإسحاق الحسيني، لربما كانت رواية الحمل بالغة الإثارة عن الذئب، وكذلك رواية الفأر عن القط، وسنابل القمح عن المنجل. لكن الضحية غالبا ما تكون خرساء أو مصابة بشلل يحول دون الدفاع عن نفسها في عالم يرتهن للقوة وفي عزلة وحشية يغيب عنها الشهود. حتى الزمن الذي جرى تشطيره إلى تقاويم وأعوام وأيام وساعات له حقيقة أخرى لا تعترف بكل هذا التشطير، لأنه يجري بإيقاعاته معزولا عن كل ذلك. لهذا كان لابد من التفريق بين زمنين، كما يقول هانز ميرهوف، أحدهما فيزيائي والآخر ميتافيزيائي، فالأول مطلق ولا يحده شيء، أما الثاني فهو نسبي.
وتروي فيرجينيا وولوف وهي الشغوفة بتراجيديا الزمن أنها في طفولتها شاهدت من نافذة القطار امرأة تنشر الغسيل على الشرفة، وبقيت المرأة إلى الأبد تنشر الغسيل الذي ظل طريا ومبتلا في ذاكرة فيرجينيا، رغم أن الحقيقة بمعناها الفيزيائي هي أن الغسيل جف واستخدم واهترئ لكن خارج ذاكرتها. موقع إخباري دولي تحدث عن واحدة من مميزات البناء في اليمن، وقال موقع ارفع صوتك أن القمريات تعتبر من أبرز الوحدات الفنية الجمالية في العمارة اليمنية. المنزل بدون قمريات ليس منزلا، يقول عبد الله الكبسي مواطن يمني خمسيني، بينما كان يناقش مع مالك أحد محلات صناعة القمريات حول المقاسات والأشكال الزخرفية التي يريدها لمنزله الحديث قبل أن يدفع مبلغا من المال كجزء من تكاليف عمله. ويوضح الكبسي الألوان التي تعكسها القمريات من أشعة الشمس إلى الداخل جميلة جدا، أشعر من خلال القمريات أنني أحافظ على تراثي بلدي. وبحسب المشتغلين في صناعة القمريات تتعدد الأشكال الزخرفية اعتمادا على موهبة وخيال الحرفي وطلب الزبون. ولا يخفي العاملون في هذه الصناعة أن الحرب المستمرة في اليمن منذ 3 سنوات أثرت سلبا على صناعة وتجارة القمريات بسبب ارتفاع أسعار وتكاليف المواد المستخدمة في صناعة القمريات، فضلا عن تراجع الطلب. يتابع الموقع، يعود استخدام القمريات بشكلها المعروف حاليا والمصنوعة من الجص إلى نحو 350 أو 400 عام بحسب متخصص بالنقوش وفن العمارة اليمنية القديمة. وفي جولتنا بين الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة ليبراسيون الفرنسية في ترجمة حصرية لقناة بلقيس مفاوضات سلام سرية بين الحوثيين والسعودية. وتنقل الصحيفة عن مصادر دبلوماسية وسياسية قولها أن السعودية والحوثيين يجريان مفاوضات سرية لإنهاء حرب استمرت 3 سنوات في اليمن، وهو صراع تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ورغبة منها في احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة، أخذت الرياض زمام المبادرة في تحالف عسكري عربي يقاتل الحوثيين، لكنه فشل في إعادة الرئيس اليمني المنفي عبد رب منصور هادي إلى السلطة على الرغم من الحصار والقصف الجوي المكثف. ووفقا لدبلوماسيين اثنين ومسؤولين يمنيين أرادوا عدم الكشف عن هويتهم، بدأ المتحدث باسم الحوثي محمد عبد السلام محادثات مباشرة مع المسؤولين السعوديين في سلطنة عمان لإيجاد حل للصراع، وهناك مشاورات بين الحوثيين والسعوديين. مجموعة من أبرز الصور المميزة حول العالم نتابعها في جولتنا المصورة من صحيفة الغارديان البريطانية. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.